اللغه بتاعتنا هتبقى عباره عن يعني فاميلي جيمز، عندنا 3 فاميلي جيمز: بونج زومبي اتاك المرعبه جدا، والبروفيسور بول. سوف نبتدي اولا لعبه بونج. ده بونج عباره عن لعبه تسكيه قديمه، هي بس بسيطه جدا، انك انت عصايه ستاك تو ستاك تو ستيكس قصدي الريكتانجلز دول، في كوره بتسبول في النص وانت بتحاول يعني اخبطها والتاني يخبطها وكده، هنشوف واحنا بنلعب. ولو دخلت الخصم اللي قدامك بياخد نقطة. هي ممتعة جدا برغم انها باينة سهلة. لا احنا دلوقتي هنروح نشوف ال 1 فيز 1 فيز 1 ده بقى 1 في 1 كده، ودخل الكورة السكور بيز ذات، في ممكن دخل الباك جراوند كذا شكل واللي يوصل 10 اول هو اللي يكسب. شوف جيمة او كده بقى كده 7 8 كده 7 8 يعني 7 ليا كده هو كسب. بس احنا شفنا ال 1 فيز 1، تعالوا يا جماعة نتفرج نشوف ال single player. كده انا قدام كمبيوتر، يلا تعرف كل مكان. حتى حركة مش واحد مش هتبقى تكسب يعني ايه الحركة دي؟ مش هيكسبني يعني، مش فاهم. تحت الكرة ده فاز كده دلوقتي اللعبة، هنشوف اللعبة التانية زومبي اتاك، اللعبة المرعبة بتاعتنا. مش مرعبة حاجة بس يلا. دلوقتي السكيلتون ده احنا بنحاول نجيب بلس، يعني لما نقتله بناخد بلس 5 كده. السكيلتون ده بتاع نقاط صحتي بتقل وكده، رأيي منحاولش نعدي كده بسرعة. أما اسمه ده يعدي دلوقتي نقاط صحتي بتقل، في الآخر هنشوف الوقت. بس هو قال يو دايت. دلوقتي اخر لعبة عندنا هي البروفيسور بول، تعالى نيجي نشوف البروفيسور. اخر لعبة عندنا، بص بقى دلوقتي بنتحرك، الشخصيات بتتغير وكده برضه. هنا نختار شخصية نلعب بيها مثلا بالروبوت ده. احنا في اللعبة بتاعتنا بنحاول نتفادى الكورة بسرعتها بتزداد مع الوقت، السكور برضه بيزداد مع الوقت. احنا بنحاول نتفادى الكورة، كل ما نتفادى الكورة أكتر وقت أكتر هنتقل، الأسبوع هيزداد، دلوقتي أنا غلطت في الكورة فخسرت، بس.